ولتن يوم مفتهي حجابنا الحجاب الإسلامي إسلاموي اللبابسنا ولتن يوم مفتهي سلي HIV سنسا HIV لمكلاكل ترتي يادر رجن اللبابسنا مدقمو مزنقات ولتو يميقاتشو نقروش ناتشو مكنياتهم وطاتنا وطات اللبابسوا بزاه هوني تالاي هنا شريعان بالتبك النابت عام بميسم هوني تالاي هنا يان وطات كي HIV تتنكك بتلو نداج اقربو سات لقصو ولتو نداج الناسات اندات تقنانيو مالتنو ليلا افترق مالوني امريكا وست باسرازتن زتناو چوست يهونا عند كستت نبر عندت سيت باس قددو مدفر ونجل عندن وند تونا جلالج فرد بيت اسقددو دفرو نيال بلا فرد بيت تونا جلالج نا ايه وطات لو ايرون يهج تبقاون ايزو كرب يا كربو من رجا من دنو ايه سيت اني اسقد جات ايد اللم بوقتو لبساو ينبرو لبس تكبتا ينبرو شتو ينبرو شبت هوني تابات تكالاي انين ككوتتر وچ لادر جميشل بمهونو اني اسدق اسقد جات سايهون اسو اسقد داينو بلو فرد بيت موقتا حقيقة لو ايرو اشنفه يسو تبقى تمواغتو اشنفو فرد بيتو ينبرون هنيتا اسو بزام الشيت ينبرت شبتن هنيتا اتارتو بنز على الكوتان حجاب كرامة للمرأة وحفاظ للرجل لسيت لج كبرانو لو اند لج دمو متبكانو خلاص يتبكان سيت لجم كبروا حجابا وسطنو يالو حقيقة يسي وبتوان من قد لاي بما سايت عدلم كبري متاقينيو يسيت لج يسيت لج كبروا حجابا السوا مقلت لمي بك على تبتشا ستقلت رو كبروا يمتبك كحجاب قارتها ايزو ترو تمكرو افريكا وسط يوغاندا نج وغاندا አሁን በፕሮሰስ ላይ ነች መንግስት ኮንሲደር ያደረገው ነው ሚኒስከርት አጭር ቀሚስ መልበስ በመንግስትም ሆነ በማንኛውም ቦታ ከ60 አመት እድሜ በታች ያሉ ሴቶች እንዳይለብሱ የሚከለክል ህግ ለማውጣት ዝግጅት ላይ ነች ዩጋንዳ ክርስቲያኖች ናቸው በአብዛኛው በነገራችን ላይ ግን ሲያዩት በአብዛኛው በጣም ብዙ ችግር እየፈጠረ ያለው ያ በመሆኑ ይሄንን ነገር በማራመድ HIV ንም ከነበረበት ሬት ዩጋንዳ በጣም ተታወቀ ነበር በHIV አሁን መቀነስ ይችላል ታቃላችሁ በሂጃብ ምክንያት አለባበስን በማስተካከል ምክንያት ዝሙት ቤቶችንና የአልኮል የሚበዛባቸው ቦታዎችን እገዳ በማድረግ ሌላው መፍትሄ ዘዋጅ ነው ጋብቻ ነው وانكحوا الايام منكم والصالحين من امائكم الله سبحانه وتعالى وطاتوچين عقابواچو بلو الله بالقران لا يدنگتو دنگگوال نبياچنم عليه الصلاه والسلام ان جاءكم من ترضون دينه فزوجوه والا تكن فتنه في الارض وفساد كبير دينون يمتودلت سو ودنانته لغابچا متو لجاچون سيطيق عقابوت قال هنا گن تلك فساد بمدر لا يفطرال لالو نبياچن عليه الصلاه والسلام يا معشر الشباب بل الى حديثاتكم دغمو ان انت وطاتوچوي من استطاع منكم الباء فليتزوج ما غبات يچال مهر متال يچال سو كان انت كوطاتوچ ياغبا قال زاغن يصوم امراجو ما غبات يالچال سو مصوم ري يالبت فانه له وجا مكلاكا يهونوال سميتون يا بردلتنا الله يفرال قلبو رقيق يهونال تقوى يمطال كحرام نجر لا ينداي ورك يادرغوال ليه نو مفتياچن انجي ليلا مفتيه يلن غابچا ماغبات كالچال اسكتا غبو درس اندي ادرغو يتبالا يمسبكو بادبابايو انيا يما نكبلو نجر نو معناتنو غبتونال الا ها حرام حرام نو ولا تقربون يتبالو ولا تقربون بقى اتقرب نو ما يتجمرون اسلمنا حقون يدرغغو ليلو انا مچرشا لاي مانسات مفلغو كون ذا مبدا مفتيهو يمره سو مهون يسميت سو سايهون الله سبحانه وتعالى بالقران لا اندتك اندتكسو
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم سميتون جيتا وادرغو أملاكو وادرغو سميتون يميك جزاون سو تملكت الله هندين دالو الله سبحانه وتعالى سميتون يميك جزا سو عالمهون من يميك جزا سو يا الله وديتان ماغنيت ينو مرهي سلازي كزيه مرها قوايانو كلنا من أجر مسرع بلو يميا من سو مهون مالت إنن بلو يميا من سو أهون أديس تناتوش من يلوتال principle centered personality يلوتال يزي سو يسب إنا مرهن ما أكل يا درجانو أنيم إهن النجار يمفتسمو لا من دنو بلو يتأيكال إهن النجار يمفتسمو الله يمي ودوكو نفتسمو الله الله يمي ودوكو نرغم الفتسمو أني هيوتي مجنبات يلبت الله يودوال ويس أيودوم بمن مره لا يبتشامهون علبت بلو ما من مالت ريبا متى ريبا لبلا ولبلا الله يودوال ويس أيودوم الله يودوال أيودوم أيودوم متوالو أوكي الله يفك دوال يفك دو يا الله مديت أسقني اللي نالو ويس أسقني اللي نم النزهين مرهوش كل وستاتين ماسك مت ما شال اللبن من ماينت نجري فتر يسول لك خمس ساعات ملا يو تلك وبحري ملاش مستت ما شالون ميكوسا كوس نجري نورال وين مكنيات نور يشلان يسول لك عقل الله عقل أنت تكمل يا جنازبنا من يقدر قال ملاش يسد الله كو عقل انسيسات يسول لك كهول من انسى سالك وبعقله نبياتنا عليه الصلاة والسلام كعقل يبلته تلك النجر الله الفطر بلوال كعقل يبلته تلك النجر الله الفطر عقلنا الله سطو يسول لج سالك أو كسول لج يسول لج كنسات كله يبلاي مهون ميشي لبت تلك مسارنا والله عقل سطو على لمني عند تاريخ الأنسان لا تشوف عم بس سايب بلال عم بس لموت سيل للجو مكر ستاي بالا لجي هوي اني منم نغير الفر اللهم لانتا سو ميبال فطور الله تتنككو اعمرو يميبال نغير الله بزا اعمرو ياتقها لنا تنقاك يادرغ اتشي نو اتشي نتش مكري بلو اتشين موسيا بلو تيموتال انبسو مجرشا سو إنا يا لي جيجنا يعني اللو عم بساو مالتنو ما إن هنتني ساونين أها أباتي تتنكا كاو يا لين هنتن وايدل يتعال يا عمرو يمي بالو مساريا السنو مياتا كهنا سن تتنكا كتبي يا اللو السن عم تاك على الزاق الله اللو هيلوال عاي منم شجري اللم عمرو يمي بالو كا بيت ياسكمت كتسلو هنا عندما توفك اللين يجلل امتازي تبكين يا لو يبالا الشيفك الجلاها اللو بلو سيلابكو آي انت ليلا بو تالي تير سلمت شيل اندات هيت الزي زاف لايت تفر رادر جي ما سرال لبنينا اسكم ما تادرس ما تاسرال لبنيني مسلال الشي مرحبا له الزي زاف لاي بدن بارقو اسرونا دولا امتتو مكتكت سي جمرسون أي أباتي لك كاونة النو أمرو يمي بالنقر علو يالين قبا إيه راسو إيه ملا يزا كفل نو مالت مالا لمن اندزا درقو قدلو يبال عقل نو يسول لج كسو بلاي تنشا كسو بلاي آكم كسو بلاي قزوف كهون انسساوك بلاي ياوالو عقل عقل ندقمو اللهن لماوك اللهن لمجزات يا اللهن principle وشنا هجو تشاوك وتردتو كذا انصار respond لما درك قال هنا بستكر يسول اجمني هنا ثم رددناه ايوه ليلا ايالا ولقد كرمنا بني ادم على ليلا ابو تالي دمو ثم رددناه اسفل سافلين هم كالانعام بل هم اضل الى تشوال الله سبحانه وتعالى يا اللهن هج ما يتقبلوا لا الله راساتشو لما سادرو سوتشن عند كبتوش ناتشو ككبتم يباسيت أمامو ناتشو نميلاتشو الله سبحانه وتعالى يسولي جهنن عقل إهنن opportunity متك أم كالشالة ك
ከንስሳ በታች ሊውል ይችላል ማለት ነው። ሪስፖንሲብል ማለት ምን ማለት ነው? ሪስፖንሲብል ማለት ኃላፊነት የሚሰማው ማለት ነው አይደል? ሪስፖንሲብል ነው ማለትም ይላሉ። ማለት ምላሽ መስጠት የሚችል ማለት ነው። ዝም ብሎ ስለተነካ የሆነ ነገር የሚያደርግ ሳይሆን የሆነ ነገር ሲሆን ምላሽ ከመስጠቱ በፊት ቀስ ብሎ የሚያስብ ማለት ነው። ምላሹን የሚያቀበት ሰው ማለት ነው። ኦኬ። ሁለተኛው መፍትሄ ደግሞ ኢስዳር ቃኑን يعاقب مجرم الاخلاق አንዱ ቀደም የጠቀስኳቸው ነገሮች አሉ። ሁለተኛ መፍትሄ የሚሆነው የስነ ምግባር ወንበዴዎችን መቅጣት። ንብረት የዘረፈ ሰው ፍርድ ቤት ሲቆም እናያለን አይደል እንዴ? እየተቀጣ አይደል ማለት ነው። እንዲ በዚህ ቀን ገብቶ ንብረት ዘርፎ ምናምን እየተባለ እየተቀጣ ነው የሰው ልጅ አይደል እንዴ? በፍርድ ቤት አሁን ያሉ ህጎች የስነ ምግባር ህግን የሚተላለፉ ሰዎችን መቅጣት የሚያስችል ህግ የላቸውም። ገብታችኋል? ያ ያስፈልጋል። ራቁቷን ሆና መንገድ ላይ የምትቆም ሴት መቀጣት አለባት። ሐቂቀተን የሷ መብት አይደለም። ለምን እንደው ሌሎችን ሰላም ምትነሳው? ህግ ለምን ዝም ይላታል? የስነ ምግባር ህጎችን ቫዮሌት የሚያደርጉ የሚጥሱ ሰዎች በህግ መቀጣት መቻል አለባቸው። እስላምም ያንን ነው ያደረገው። قذف المحصنات ለምሳሌ ስም የሚያጠፉ ሰዎችን በዚና በመናምን ወይም በሌላ ነገር ስም የሚያጠፉ ሰዎችን እንኳን አላህ ቅጣት አውርዶባቸዋል አይደል እንዴ? ስም በሚያጠፉ ሰዎች ላይ وكذلك በዚና በተለያዩ ወንጀሎችም ላይ አላህ ህግ ደንግጓል። ሸሪዓዊ ህጎች አሉ። እነኛ ህጎች ተፈጻሚ መሆን መቻል አለባቸው። ያ ነው ማህበረሰቡን የሚጠብቀው። በነገራችን ላይ ህግ ብቻውን ይጣበቃል እንዴ? ማህበረሰብ ሞራል አለ። ከሞራል በኋላ ህግ ያንን ሞራል ለመጣስ የሚያቆጠቁጡ ትንንሽ ሰዎችን ለመቅጣት ነው ህግ የሚሆነው። ህግ ብቻውን ኃይል የለውም። ሞራል ብቻውን ደግሞ ኃይል የለውም በህግ ካልታገዘ። ሰውን ባካቹ እንዲያታድርጉ የሚሉ የሞራል አስተምህሮቶች ብቻ በቂ አይደሉም። ተግባራዊ የሚሆኑ መቀጣጫዎችም ያስፈልጋሉ። ዚና በሚፈጽሙ ሰዎች ላይ፣ ዝሙት አዳሪዎች ላይ፣ ሴተኛ አዳሪዎች ላይ ሌላ የሥራ ለውጥ ያስፈልጋቸዋል እንጂ የሴተኛ አዳሪነት ሥራ እየተባለ ነው አይደል እንዴ? እንደ አንድ ፕሮፌሽን እኮ ነው እየተወሰደ ያለው። እንደ አንድ ሥራ ሥራ አጥቶም አይደለም የቤት ሰራተኛ ሆኖ መስራት ስለማይፈልጉ ነው። ገጠር ሄደው አፈር መግፋት ስለማይፈልጉ ነው እዚህ መጣው ይሄንን ወንጀል የሚፈጽሙት። ኦኬ። ሌላ አማራጭ ስራዎች እየተፈለጉላቸው እነኚህ ሰዎች ግን ማህበረሰቡ ጋር የሚጸዱበት መንገድ መፈለግ ያስፈልጋል። የስነ ምግባር ህጎችን ሊጠብቅ የሚችል አኽላቅን ሊቆጣጥር የሚችል ህግና ስርዓት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሶስተኛው አልፈን ወልኢዕላም ሙልተዚ አርት የሚባለው ነገር፣ ፊልም የሚባለው ነገር፣ ቲያትር የሚባለው ነገር የሰው ልጅ ሞራል ለመገንባት የሰው ልጅ ስነ ምግባር ከፍ ለማድረግ ነው እንጂ መዋል ያለበት ማህበረሰቡን ለማውደም መዋል የለበትም። አይደለም እንዴ? አሁን እየዋለ ያለው ግን ለዛ አይነት ጸያፍ ተግባር። አሁንም ኢትዮጵያ ወደ ፊልም ኢንዱስትሪ እየገባች ነው። በቃ ድሮ የህንድ ፊልም ምናምን እየተባለ ሰው ቋንቋውንም ሳያውቅ በፊልም አብዷል። አሁን ደግሞ ቋንቋው የሚያውቀው ፊልም የስነ ምግባር ህግን ባልተከተለ መልኩ ሊፈበረክ ነው ማለት ነው። እንደ ኢትዮጵያዊ ባህልን እንኳን ባልጠበቀ መልኩ ኢትዮጵያዊ ባህል አለ። ኢትዮጵያዊ እንደመሆናችን እንኳን ሀያ ማድረግን ያለብን ነገሮች አሉ አይደል? እነኛ ነገሮች ግን አሁን ዌስተርናይዜሽን ገብቶ እየበጠበጠ ነው። በቃ እየተጣሱ ነው እነኛ ነገሮች። ሰው እንደ ኢትዮጵያዊ እንኳን ሊያከብራቸው የሚገቡ የስነ ምግባር መርሆች እንኳን እየተጣሱ ይገኛል። ስለዚህ አርት የሚባለው ነገር ሚዲያ የመገናኛ ብዙሃን በስነ ምግባር የታነጹ እንዲሆኑ መሰራት መቻል አለበት። የሰው ልጅ በአሁኑ ሰዓት ከምንም ነገር የበለጠ የሰው ልጅ እየቀረጸ ያለ ነገር ቢኖር ምንድነው? ሚዲያ ነው አይደለም እንዴ? መገናኛ ብዙሃን ናቸው የሰው ልጅ እየቀረጹት ያሉ። ጥሩም መጥፎም የሚባለውን ነገር ሁሉም ከሬዲዮና ከቴሌቪዥን ነው የሚሰማው። ቢቢሲ ላይ እኮ እንደዚህ ሆኗል፣ አልጀዚራ ላይ እንደዚህ ሆኗል። خلاص
مصدر الحق والباطل الناس منو على ايه اننا يعني مغنانيا بزوحان زي اغراچنم لا يالو مغنانيا بزوحان بسنا مغبار يتانصو اندي هونو مادرك عندو نو ليلو دغمو غابچا كمفصمو بفيت قدمه مرمره مادرغم اسلام ميابرتاتاو نغر مهونون يميتقسو حديثوچ عن النبي عليه الصلاه والسلام لا ضرر ولا ضرار اي قاعده فقهيه من اصول الفقه ضررم بسوچم لاي ماسچگرم متچگرم مايچال كلكل بشيتنيا مهونو يتاوقا عيني على المرمرم زم بيه نو ماغباو مالت هايچال تمرمرو نصحنا نارغاغطو نصو كونه ماغبات كالونه متچگرم ماسچگرم سلام مايچال حرام سلوهنا يا نغر غابچاو مقرت مچال علبت لا ضرر ولا ضرر ك غابچا بفيت غابچا كمفصمون بفيت يا مرمرانا قدمه تنقاقي ما درغن ሁኔታዎች እስልምና የሚያበረታታቸው ናቸው ማለት ነው። ሌላው ነገር ከራመቱል መርአ የሴት ልጅ ክብር ወደ ቦታው መመለስ መቻል አለበት። ሌላው መፍትሄ እሱ የሴት ልጅ ክብር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእስልምና ውስጥ ሴትን ያላቃትን ያክል በሌላ ዲን የለም እኮ አይደለም እንዴ? እስልምና ለሴት ልጅ የሰጠውን ክብር ያክል بليلا دينوچም በሌላ አመለካከቶችም የለም የሴት ልጅ ከየትኛውም ጊዜና ስልጣኔ የበለጠ በጣም የተዋረደችበት ስልጣኔ ማለት አሁን ያለንበት ስልጣኔ ለምን እንደሆነ ታቃላችሁ እቃ መሆኗን ተቀብላ እንድትኖር እየተደረገች ነው አልহামዱሊላህ ሙስሊም እህቶቻችን ክብር አላችሁ ለእንደዚህ አይነት ነገር ሴት ልጅ ግን አሁን ምንድነች አሁን ሴት ልጅ ሚናዋ ምንድነው ባሁን ሰዓት የወንዶችን ስሜት ማርካት እቃዎችን ማሻሻጥ ነው አላማዋ ይሄ ነው አይደል ሚናዋ አሁን ባሊስትራ ለመሸጥ አሁን ሴት ልጅ ምን አገባት እስኪ ለአላህ ብላ ሐቂቃ እኮ ነው የምናገር ባሊስትራ ለማስተዋወቅ የመኪና ፓርት ነው አይደል ምን በግሪስ የዳከረ እ ትንሽ ጠብደል ያለ የጋራጅ ሰራተኛ ነው መሆን ያለበት አለም እንዴ ያን ሲገጥመው ምን ሲለው እ ግን ሴት ልጅ ቆማ አርቃኗን ሆና ግን ይብላ ቆማ ታያለ ብሪጅስቶን ጎማና ሴት ልጅ ምንድነው ግንኙነቱ ገባ ኦኬ ሴቶች ጋር የተገናኘ ነገር ማስተዋወቅ ምናልባት ሪዝነብል ሊሆን ይችላል አለም እንዴ ሴት በራሷ መውጣቷ እንደዚህ ሆና ክልክል ከመሆኑ አንፃር ግን ምንም ነገር ደግሞ ግንኙነት የሌለው ነገር ደግሞ የሴት ልጅ ለማስተዋወቅ እቃን ለማስተዋወቅ ተግባራዊ ሆኖ እናያለ ግብጽ ውስጥ የተደረገ አንድ ጥናት በነግራችሁ ቴሌቪዥን ውስጥ የሚተዋወቁ ማስተዋወቂያዎች 99% ወይ ሴቶችን ወይ ወንዶችን ስሜት ለመቀስቀስ የሚሆኑ ናቸው እቃን የሚያስተዋውቁት ግን እቃውን ማስተዋወስ የሚቻለው በሴትዮዋ በኩል ነው ገብታችኋል አይደል ፊሎሶፊው ቆይ ነው እቃውን በማሰብ እቃውን ቀጥታ ማሰብ ስለሚከብድ ሴትዮዋ ትዝለውና የት ነው ቆማ የነበር ባሊስትራ ላይ ስለዚህ ባሊስትራውን ያስተዋውስና ባሊስትራውን ይገዛል እኮ ተግባባን አይደል የሴት ልጅ ከራማ እጅግ የወደቀበት እጅግ ሴት ልጅ የተናቀችበት ስልጣኔ ቢኖር ይህ ዌስተርን ሲቪላይዜሽን ይህ ስልጣኔ ነው አሁን ያለንበት ስልጣኔ ነው የሴት ልጅ ከራማ ከራመተን ኡሙማ ነው የእናትነት ክብር ነው ሴት ልጅ ከራማ አይደለም እንዴ የሴት ልጅ ክብሯ እናትነቷ ነው ክብሯ ሂጃቧ ነው ክብሯ በየትኛውም አይነት ማህበራዊ የሆኑ ፖለቲካዊ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች ውስጥ በጎ አስተዋጽኦ ማድረግ ስትችል ነው እንጂ የወንዶችን ፍላጎት ማርኪያ ስትሆን አይደለም ሴት ልጅ ክብር የምታገኝ እህቶች እየተግባባን ነው ክብራችሁ ሂጃባችሁ ላይ ነው ክብራችሁ እስልምናችሁ ላይ ነው ክብራችሁ እናትነታችሁ ላይ ነው ክብራችሁ መጪውን ትውልድ የሚተካን ትውልድ ማፍራትና መገንባት ላይ ነው
نبيه عليه الصلاة والسلام كو الجنة تحت أقدام الأمهات نالو تعلم ليه بناتو تشج عما سرنا جنة نبيه عليه الصلاة والسلام عند سومتو سلا حق سيتايكاتشو إناتي هالوت كذا كتلو سيلوت سيلاتشو إناتي كذا كتلو إناتي كذا كتلو إناتي أردتن يولا أباتي نبيه عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق إسلام لسيت لجي كست أو كبر الله سبحانه وتعالى لسيت لجي كست أو كبر بلو علماء أجي متاكسوت نبيه عليه الصلاة والسلام كمستاتشو درت عائشة درت لاني يموتت عليه الصلاة والسلام ها؟ من مالتنا سيت اللجي انديت كبر يميساتو نبي مهنا تشون ياسايالي لانو كزي استنباط عدرقو الله سبحانه وتعالى مجرش حياتات تشون كسيت لجي درت لاني يا درقو يسي انجي سيت اللجي نكو يمي ملكة مهابرة سبست حقيقة يهجي قرلي فتاي تشلم وانو مفتيه تبلو متكسو عندو مفتيه كرامة المرأة يسيت لج كبر ودبوتاو من ملس مجال اللبت سيتوش كبرات شو اللي طبقوا يقبال وندوشم كبر اللي سطوات شو يقبال بتلاقي اي اينات يتساسات عم ملكا كتية مولو سيتوش سلتاني مالت اركانو عم مهون سلتاني مالت اندفلقش مهون لاني سلتاني سايهون سيتاني اوكي سيتاني سيتانا وينتنجي سلتاني عدل مسلتان مالت راسن ما اوكي مسلتن مالت الله سبحانه وتعالى المجزات مسلتن مالت لهيوتاچن جيب نورون لذا جيب ديلي يسران بزيچ مدير لاي عند نغر تتن يمنال في سوچ مهون مچال مالت نو اندو موته تبلن بقى ترستر منكر سوچ مهون يلبنم كون كرجل لو اتوا بعده قالوا مر وهذا الاثر اندا اند سوهون اسو كيده بهالا سوچ سيمت ايو بزي حالفوال بلو فاناون يمناغرو لتسوهون عند نغر تته يمتالف سوهون نو مينوت لازم بلن الرجل العادي ميبال نغر الا نورمال بيرسون ها يونيفرسيتي تماروچ نغراچو الله مسلي سلازي سويه نورمال بيرسون ترا سو ميبال سو نبرنا كترا بيتسب تولدنا بترا استدادغادغو ترا تمرت بيت جبتو ወደ ተራ ሃይ ስኩል ተሸጋግሮ ተራ ተራ ዩኒቨርሲቲ ገባና በተራ ግሬድ ተመረቀ ከዛ ተራ ስራ ያዘ ከዛ የስፋይደን ተራ ሚስት አገባ ከዛ ተራ ልጆች ወለዱ ተራ በሆነ መልኩ ሲያሳድጉ ሲያሳድጉ ቆይተው ተራ ሞት ሞቱ ኖርማል خلاص عادي እየት ያለ ነገር ሰርተን እንዴት እንለፍ ነው ليت على نجر سرت النلف يهنا وكرامة يسيتوش تارك بإسلام بتعم سفينه إن شاء الله بكتاي الله سبحانه وتعالى قال لهم سلسيتوش بتشاي مزجاج جو برنامج لاي يسيتوش تارك يانا سان كصحابة تارك جمران بسلفوتشم بتعم ميجر ما شو نجر والله هني بتعم سلسيتوش ساس بميجر مي بحديث علم مست سيت يا ورات شو حديث ضعيفنا أوكم تاوك علاش عجيب ها سيت اورتو راوي واسيت كونج اطواشم سيت ليج تقواتشو عباداتشو يتاوقوناتشو راويوچو يا سيت محدث هنا ضعيف يتدرجبات يلمنا بينو تعلموش شي عجيب سيتوچ اندي عينت بوتاني نبراچو اسلام است اهونم ود بوتاچو تملسو نو ان شاء الله سدستنياو دغمو مفتيه عنايه المرضى يزي بشتا تتقيوچن بشتنيوچن منكباكب ياسفلغان الله سبحانه وتعالى ورسول عليه الصلاه والسلام بحديثاچو سلاززو حق المسلم على المسلم ست سدست حق አለበት عند مسلم باند مسلم لاي كنزا وسط يتكسوت سيتامم متيق سيتامم متيق منكباكب عايزوه مالت يي حق نو يا عند مسلم حقو سلوهنه يانن حق لنسطو يگبال وندموچاچن ناتچو يتساسات عملكاكت ما دابري اللبنم necessary لي بتككل الله هيك قطاتهم لا يهون يشلال من مالتنا بزي بشتايت يا زسو يا الله قطا يعرفبت بلن ما اسب يلبنم فتنا ويم قطات ሁለቱን አይደለም እንደ አንድ ሰው ወይ ابتلاء ነው والله لموكرو ነው لمثال عندي سيت بيتوانه ያለች الله انفرتانም تنور
ምንም አይነት ነገር ውስጥ አትገባም ባሏ ግን አላህን የማይፈራ በመሆኑ ምክንያት ይሄንን በሽታ ይዞባት ቢመጣ እና ሁለቱ ቢቀጡ በዚህ በሽታ ሁለቱ ይሄ በሽታ ቢይዛቸው ምናልባት እንደኔ አመለካከት አላሁ አለም ለሰውየው ያአላህ ቅጣት ሊሆን ይችላል ለሴትየዋ ደግሞ ኢብቲላ ነው ፈተና ነው መሰበር ነው ያለባት ሴትየዋ ልክ አላህ የተቆጣባት አድርገን አስበን ማግለልና ሌላ ነገር ማሰብ የለብንም ይሄ ኢብቲላ ነው ያንን ኢብቲላ እንዴት መቋቋም እንዳለባቸው ጠንካራ መሆን እንዳለባቸው ወደ አላህ ተደረዕ ማድረግ እንዳለባቸው ሐቂቃ አንዳንድ ነገሮችም ሰምተናል ወደ ደሴ አካባቢም ዱዓ በማድረግ ወደ አላህ ተደረዕ በማድረግ በማልቀስ ወደ አላህ ከኤችአይቪም ነፃ መሆን የቻሉ ሰዎች ሴት እንዳለችም ሰምቻለሁ ይህ አላህ قادر والله قادر على كل شيء ما جعل الله داء الا وجعل الله الا وجعل معه دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى عندن بشتا سيادرك عبروت دغمو مدانيتن الله ادرغوال ياوقو ياوقوال يالاوقو ياوقو من يالو ترسو عليه الصلاه والسلام زي يزتش سيتيو با ود الله تضرع ما ادرغو الله قادر نو ايهنن فايروس خلاص اكتيفيتيون اندي ياقوم ليادرغو يچلال تغبطنا لا ስለዚህ ወደ አላህ ተደረዕ ማድረግ ሞር ወደ ተውባ ወደ አላህ መተውበት ወደ አላህ መመለስ እንዲያበዙ ያስፈልጋል ነኝ ሰዎች ለዛ ልንረዳቸው ይገባል ማለት ነው ማህበረሰቡን እንዲጠሉ ስለማያስፈልግ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሱረቱ አሊ ዒምራን ላይ الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الى الله سبحانه وتعالى الذين اذا فعلوا فاحشه مدفون صياف نجر بسروا غزينيا سوج او ظلموا انفسهم ويم نفساتهم ببدلوا غزي ذكروا الله الله ان يستوسنا فاستغفروا لذنوبهم لو انجلاتهم مهره لمن الله ومن يغفر الذنوب الا الله كالله لا وانجلن يمر مانع الليل على الله سبحانه وتعالى ولم يصروا على ما فعلوا بم يسروا تسرى لي انبتن يهنوا على القتلهم وهم يعلمون ياوكوا يانا لا درقوا منا الله لمراتشو زججنا إلى الله سبحانه وتعالى الذين نيسوج ودى الله استغفار ما درق ودى الله مملس للناس تمراتشو كربنا لنرداتشو يقبل إن شاء الله بعد تقال أي برنامج يهنني مسلال تقلل للما درق يأكل ወደ አምስት ርዕሶችን ለማየት ሞክረናል ኤድስ ምን እንደሆነ አይተናል መቼ እንዴትና በማን ላይ እንደጀመረም አይተናል በጣም አስደንጋጭ ሆኑ መረጃዎችን ማካፍያችኋለሁ ዋናው ምክንያት ደግሞ ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala'ን በአላህ ላይ ያለን እምነት ደካማ መሆንና አኺራ ቂያማ ميزان حساب جنة جهنم لا يالن يقين تنكر عالمهون بلا بشيتا وياستك عنهون كزي غار تيايزو دغمو اخلاقاتشن عالم استكاكل وان نيو مكنيات مهونوننا بمجرشام اسلاماوي مفتيهون تقوى حجاب ناي مساسلو تنتبو چانسچي ان شاء الله ነግሬያችኋለሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰማነው የምንጠቀም ሰዎች አላህ ያድርገን የተማርነውንም ነገር ተግባራዊ ለማድረግና ይሄንን ትውልድ ካለበት ችግር ለማዳን የምንንቀሳቀስ ሰዎች አላህ ያድርገን ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته